صباح الخير يا ست عزيزة. صباح الخير يا فندم. صلاة النبي أحسن. أحسن ألف مرة طبعا يا فندم. إيه؟ أنت من إمتى بتكلميني بالشكل ده؟ أصل مفيش داعي يعني تطلع لي من ورا الحيطان كده زي العفاريت. عفريت؟ آه. بقيت عفريت دلوقتي. أنت يا بنت مش كنت بتحبيني قبل ما يجوا العيال دول؟ أنا؟ وحياتك عمري ما حبيتك. خلاص نسيتي كلامك معايا؟ لا ما نسيتوش. بس يعني عشان بتكلم معاك بذوق وبأدب، أبقى خلاص بحبك؟ لا يا شيخ. ونسيتي كمان ضحكك معايا. هو يعني عشان ضحكت لك على نكته بايخه قلتها ابقى بموت في دباديبك؟ انا اذنك زوجة. اوعى وجع في بطنك. صلاة النبي احسن. دايما يا ريس حنفي. يدوم عزك يا ريس حسن. ريس من غير مركب زي مركب من غير ريس يا ريس. معلش يا ابن حميدو، بكره صلح حالك وخليها بارقه نفاسك. يبارك لنا في انفاسك يا ريس حنفي. يا لهوي مالك يا حميد؟ انا ما خدتش شاي. الوبر معرفك معايا قوي ياما، ادوا له نفس من هنا يطلعوا من هنا. يمكن الفوليه واسعه يا حميد. ابدا ياما ده لسه بخيرها. تعالى يا ابن حميد يا حبيبي سلك لها البابوه. اسلك ايه يا ست؟ هو انا مراتبي ولا صلح عبور الجد معمر؟ يا اخي الراجل لازم يعرف المعلومات العامه. بذمتك يا عم انت، دي معلومات عامه ولا معلومات مهببه؟ تعالوا النبي يا ابن حميد عشان خاطر. حاضر ما تخلفهاش. اتفضل. فين البابوه؟ هو ده؟ حميد وما دميد. أنا عندي إليك مثال ولا فيش غيرك عن ده، أنت وبس اللي حبيبي. أنا في عرضك. أبوس إيدك. بتبصي ليه كده ليه والمكرية جوا عليك؟ كل العيون حواليك تاخدها تاخد عليك. آه والنبي. حبيبي يا أحمد. آه بحبه يا أحمد. والنبي. أحمد. آه أحمد. آه والنبي. والنبي. أنا خايف للبابور اللي جوا يدوس البيت. ما تخافش يا حنفي. ده بابور قشاش مش اكس يا حبيبي. والنبي يا حميدة اعمل معروف بلاش فضايح يا حميدة. خلاص يا فيه. والنبي يا حميدة نجحتك المقاصد عليك. والنبي يا حميدة.